النصائح الطبية إن شاء الله لطلبتنا الأعزاء، بالذات مع بداية فترة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول. أول نصيحة أقدمها للطالب العزيز طالب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، ألا وهي أخذ قسط وافر من النوم خلال ساعات الليل. يجب أن ينام الطالب على الأقل من 4 إلى 6 ساعات في أول ساعات الليل، والمقصود بأول ساعات الليل هي أول الساعات التي تلي صلاة العشاء، أن يصلي العشاء ويخلد إلى النوم، وأن يستيقظ مع ساعات الفجر. النصيحة الثانية ألا وهي البيئة أو الجو المحيط بمكان الدراسة، وأنصح الطلاب الأعزاء بالابتعاد عن أي مظاهر للتشويش أو للضجيج أو للصوت العالي أثناء المذاكرة. أما النصيحة الأخرى ألا وهي أنواع الأطعمة التي يتناولها الطالب خلال المذاكرة والاستعداد لفترة الامتحان. دائما أنصح بالبعد عن الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة. نصيحة أخرى وهي نصيحة مهمة، لا أنصح بالاستمرار في الدراسة أو بالمذاكرة وأنت تشعر بالإرهاق أو التعب. إذا شعرت بالإرهاق والتعب يجب أن يعني تقطع الدراسة وتتجه نحو ممارسة تمارين رياضية خفيفة لمدة من 3 إلى 5 دقائق. نصيحة أخرى طبعا من النصائح المهمة هي البعد عن التوتر وكل ما يؤدي إلى الانفعال. أنصح دائما بالابتعاد عن المشاكل وعن التوتر خلال فترة المذاكرة وفترة الامتحانات. نصيحة ثانية ألا وهي البعد عن المشروبات المنبهة، وكما أسلفنا أنه الأفضل ساعات النوم هي أول ساعات الليل والاستيقاظ مبكرا. المنبهات لا تساعد على نوم يستريح به دماغك ويستريح به جسمك. آخر نصيحة أوجهها للطالب وهي نصيحة قيمة ونصيحة مهمة جدا، ألا وهي الاستعانة بالله عز وجل والدعاء قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان بأن يوفقك الله، وألا تنسى رضا الوالد والوالدة. وتمنياتنا بالتوفيق لجميع طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، متمنيا لهم فترة امتحانات سهلة وتحصيل الدرجات أو العلامات المرتفعة إن شاء الله تعالى.